بكم من جديد، ومعي على الهاتف الوزيره غاده والي، وزير التضامن الاجتماعي. ست الوزيره مساء الخير. ايوه مساء النور، يعني حضرتك كنا بننادي عليكي، وانا سعيده انك سمعتي الندى، لانه الاستاذه مي يعني وعندها مشروع، يعني عندها يعني جمعيه الحسن لذوي الاحتياجات الخاصه واللي عندهم مشاكل في العمود الفقري وعندها مشكله في التامينات. اولا انا بشكر حضرتك على هذا الموضوع الجميل، لان 3 ديسمبر العالم كله بيحتفل بيوم الاعاقه، ودايما برنامجي كده بيغطي الموضوعات اللي بتهم الناس كلها. شهر ديسمبر مصر بتحتفل بيه بذوي الاعاقه باشكال مختلفه، وانا عايزه ادعو المدام ماي انها تيجي يوم 11 ديسمبر، احنا عاملين احتفاليه كبيره في دار الاوبرا المصريه للاحتفال بالمبدعين من المعاقين وبالجمعيات، وهيكون فيها اوركسترا نور والامل، وهيكون فيها ايضا فرقه من الاولاد اللي عندهم اعاقه فكريه هيعملوا اوبرات الليله الكبيره، وهيكون فيها مجموعه من الولاد الاوتستيك اللي عندهم توحد وهيعملوا اغنيه ليلى مراد، وعندنا انشطه كثيره للمتفوقين وتكريم للمبدعين. انا سمعتها بتقول، الحقيقه انا كنت لسه داخله بقول على التلفزيون، وسمعتها بتقول ان عندها مشكله في عربيه عند التامينات بقى 6 شهور. انا اتصور انها تقصد وزاره التضامن، عايزه اعرف ايه المشكله وازاي ان شاء الله ان شاء الله ما فيش مشاكل، يعني احنا مش جايين من اتاك ولا حاجه. لا بالعكس، من حقك تو اتاك لو احنا مقصرين. لا احنا بس مجرد ان انا يعني يا ريت يبقى الموضوع، يمكن احنا متحمسين شويه، ويمكن عشان انا جايه من مالتي ناشونال باك جراوند فعايزه سرعه. ايه المشكله بقى عندك؟ قولي لي. عايزين نخلص العربيات بتاعتنا في التامينات، ان احنا نحطها تحت الرقم التاميني بتاعنا علشان نبتدي ان احنا نشغلها. وعايزين دي عربيات مخصصه للمعاقين بالظبط كده، ومطلوب لها اعفاء من الجمارك. لا 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 يا ريت، ده انا جبتها من غير ولا اعفاء وعلى حسابنا ومش عايزين ولا حاجه. احنا عايزين ان الورق بتاعها يخلص في الشؤون، وعايزين الورق بتاعها يخلص في التامينات. حضرتك تبع انهي مكتب تامينات؟ الدقي، مكتب تامينات الدقي. بعد اذنك خلينا عشان نختصر الامر ست الوزيره، يعني مي تبعت لك تاني الورق على المكتب. انا مستعده اعمل اي حاجه، يعني انت تقدمت بالورق. طبعا. من امتى يا مي؟ والله احنا قعدنا نتقدم بقالنا شويه، شهور شهور، وي ار ان ذا بروسيس بقالنا شهور. الدور اللي الوزاره بتقوم بيه مع الجمعيات الاهليه ان احنا بنخاطب وزير الماليه للاعفاء من الجمارك ومن وبيدفعوا بس ضريبة المبيعات لو العربية مملوكة الجمعية من حقها استيراد سيارات معفية من الجمارك. أنا عايزة أقول لحضرتك إن إحنا جبنا السيارة ده بيبقى لدى شركات التأمين. إحنا جبنا العربيات خلاص، وكل اللي محتاجينه تسهيلات في الورق، ويا ريت طبعا العربيات اللي جاية بعد كده، وهنجيب أتوبيس قريب إن شاء الله، يكون في بقى الاعفاءات دي، او تدونا طبعا الفلوس اللي احنا دافعينها. ما تاخدش وقت البرنامج. طيب انا اخلي الاستاذه مي تبعت لي على مكتبي 19 شارع المراغي كل حاجه، وانا هخلصها لها، لان احنا بندعم اي جمعيه بتقدم خدمه. انا هقول لحضرتك حاجه، انا هاجي لك. اهلا بيك. هشرب شاي. خلاص معلش يا ست الوزيره بقى. اهلا بيكي وبكل ضيوف الاستاذه لميس. طيب. اشكرك. واحنا بنبحث عن الجمعيات المتحمسه. الجمعيات اللي فعلا عاوزه تخدم الناس كلها، وانا متاكده انك هترعي هذه الجمعيه بالذات، لان فعلا بتقوم بدور مهم جدا، يمكن صوتها واطي شويه بس بتعمل بدور مهم جدا. احنا صغيرين بس الحمد لله، يعني المشروعات العظيمه في مصر قايم بيها جمعيات اهليه، وابتدت صغيره وكبرت وراها كان ناس متحمسين زي. هل المجلس القومي لرعايه المعاقين ست وزيره تبع التضامن الاجتماعي برضو؟ هو التضامن الاجتماعي مسؤوله عن الاشراف عليه. ويوم 3 ديسمبر رئيس الوزراء هيعلن عن تشكيل مجلس الاداره الجديد والامين العام الجديد. طيب. عن خطتنا لتطوير المجلس، وهيعلن ايضا عن مجموعه من التيسيرات لوزاره النقل ووزاره الثقافه ووزاره التضامن ووزاره الاسكان اللي موجهه للمعاقين. بشكرك ست الوزيره، احنا انا هتابع هذه القصه وهعرف اوصلكم لبعض ان شاء الله، بحيث ان الموضوع ده ينتهي. يا مي استاذ مختار، ايه طلباتكم؟ يعني قول لنا ايه الطلبات الاساسيه لو بتطلب من الحكومه 1 2 3 4، تطلب ايه؟
هو المشكلة الأولى هي رقم واحد اللي هي التوظيف. النهاردة ناس كتير بتعاني من موضوع البطالة. في كانت أعلنت الحكومة عن توفر 30,000 درجة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لذوي الإعاقة. الكلام ده كان من قبل شهر 7 اللي فات وتم التأجيل أكتر من مرة ومفيش أخبار عنها. طبعا دي مشكلة تهم ناس كتير جدا على مستوى الجمهورية. في بعض الناس بتقول ان مفيش توافر درجات ماليه للوظائف دي وبعض الناس ما بتقولش الاسباب بس هو لحد النهارده الموضوع واقف. انا هاخد مجموعه اتصالات يا ريت نحضرها يا جماعه قبل ما نختم البرنامج. اتفضل. فمشكله التوظيف هي المشكله رقم واحد بالنسبه لذوي الاعاقه. وبعد كده في بقى عندنا التعليم والصحه والتضامن يعني بمناسبه سياده الوزير ما كانت معانا على التليفون في بعض المقترحات النهارده ان القرار بتاع 209 اللي هو صرف معاش لذوي الاعاقه اللي هو المساعدة الضمانية الاجتماعية ده حاطط شرط ان لازم يكون الشخص المعاق دخل الاب ما يزيدش عن 1200 جنيه اللي هو الحد الادنى للاجور. النهارده طب انا عندي في بعض الاسر ممكن تلاقي الاب والام عندهم 3 اطفال معاقين في اسره واحده. طبعا ال 1200 جنيه لو هو بياخد فعلا ال 1200 جنيه هو ما يستحقش معاش وفي نفس الوقت هم ما يكفوهمش في حاجه خالص يعني. طبعا فدي من ضمن طيب المشاكل. انا عندي عدد من الاتصالات الهاتفيه. محمد من القاهره اتفضل يا محمد. اهلا استاذ. اهلا بيك اتفضل. محمد يسري شهير بيسر عوض رئيس نادي الايمان. انا كنت من مؤسسه يوم المستشفيات اول مؤسسه في الشرق الاوسط لرعايه المعاقين. كانت رائده في الخمسينات والستينات. بعدين انا دخلت العمل النقابي وعشان نقول بس بقول للناس ان احنا المعاقين اقوياء. دخلت العمل النقابي فحبيت اخدمهم بعنايه فدخلت التعليم. كانت حرمت من التعليم وانا في الصغر طبعا لان انا مواليد 49 ما كانش في مصر بقى حاجات مجهزه ولا حاجات من دخلت ما خدت من اول سنه ثالثه لحد ما وصلت عشان الوقت البرنامج الى تاهيل الماجستير من اكاديميه السادات. برافو. انا عايز اقول حاجه معينه ان الدوله في وادي واحنا في وادي ثاني خالص. يعني لو اقول لسيادتك ان قانون اللي بينظم حياه المعاقين اسمه قانون 39 لسنه 7 لسنه واحد قانون 75 75 القانون دوت اساسا لو فتحت الصفحه الرابعه هتلاقي يقول في الماده الرابعه الماده الاربعه بيقول يتكون مجلس اعلى للتاهيل برئاسه وزير الشؤون الاجتماعيه وامين عام من السيد امين يعني عشان بس وقت البرنامج حضرتك تقصد ان القوانين دي كمان قوانين قديمه جدا ومحتاجه تعديل. طيب شكرا. التعامل الاشتراكي ده انتهى اساسا. شكرا يا استاذ محمد. ليديا من القاهره اتفضلي يا ليديا. اهلا بيك. لكل ضيوف حضرتك والام العظيمه اللي قاعده جنب حضرتك لانها ام عظيمه بمعنى جدا كلمة. انا حاسه بيها لان انا في نفس الوضع ده. اختصارا لوقت البرنامج انا هلخص لحضرتك معاناتي لان انا بقالي 5 سنين بس ابني عنده 5 سنين اسمه رامز. هو انا لفيت بكتير جدا لغايه ما يعني اضطريت ان اشخص له الحاله بره مصر خالص. ما لقيتش حد يشخص ده اللي عملته معايا اطلاقا. كانت معاناه شديده جدا ليا. قابلت دكاتره كتير واسامي كبيره. واحد منهم قال لي خلفي واحد تاني اصلا يعني ريح نفسه وقال لي خلفي واحد تاني. فانا يعني المعاناه بتاعتنا معاناه للاهل معاناه للطفل معاناه ماديه جدا جدا طبعًا جدا طبعا معاناه من الدكاتره بقى ومعاناه خمسه من التعليم اللي انا بحلم له بيه. يعني دول الخمسه دول مش موجودين في مصر خالص. يعني انا بتحمل النفقه كامله. اضطريت اني اسافر امريكا مرتين عشان اتابع حالته. كنت كل تحويش كل التحويشه اللي معايا ومع باباه وكله على امريكا على طول نروح نكتب. لا وده لو وانت قدرتي توديه امريكا في اسر كتيره ما بتقدرش توديه امريكا. شكرا يا ليديا. حسن من بني سويف اتفضل يا حسن. استاذ لميس ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اولا اسمي حسن اشتباعي. كنت مسؤول ملف اعاقه بحمل التحيه مصر بني سويف ومؤسس الحركه المصريه لتمكين ذوي الاعاقه. طب برحب بحضرتك وكل الناس اللي موجوده مع حضرتك. خلينا نقول اولا انا يعني ايه مشاكل الاعاقه كلنا نعرفها. خلينا نتكلم على الحلول بشكل سريع. اتفضل. اول حاجه يا فندم احنا نسبه عدد المعاقين اللي في مصر بيتزايد يوم بعد يوم. واخد بال حضرتك ازاي؟ وما عندناش مراكز للكشف المبكر والتدخل المبكر عن الاعاقه. بمعنى اخر ان احنا لو عندنا مركز للكشف المبكر عن الاعاقه وفي وحدات وفي ممرضات بيقدروا يقوموا بالعمل التوعيه اللازمه للامهات اللي بيقومنا بالولاده في هذه المراكز
كشف المبكر للإعاقة كان العدد ده ما بقاش طبعا 75% منهم. ده حل أول. الحل الثاني عندنا مراكز التأهيل اللي موجودة على مستوى الجمهورية، نقدر بمنتهى البساطة إن احنا نجمع أشخاص ذوي الإعاقة نبدأ ندربهم على حرف يدوية، على مشغولات يدوية، على أي مشغولات، بحيث يبقى ده تدريب من أجل التشغيل. وفي نفس الوقت كل محافظ يقدر يعمل معرض المشغولات الخاصه بالدوله. حسن انا بعتذر بس فعلا وقتي خلاص تقريبا انتهى. صلاح وده اخر تليفون من اسيوط لان لازم اخد اسيوط. السلام عليكم صلاح. مع حضرتك صلاح تاني. اهلا اهلا وسهلا. اتفضل. انا استاذ رميس وسلام للضيوف الكرام. سريع انا كنت بعلق بس على موضوع الوزيره. الوزيره الدستور الجديد قال ان في الماده 214 بيقول ان بيحدد القانون المجالس القوميه المستقله ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان ومجلس القومي للمرأة والمجالس القومية للطفولة والأمومة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. أيوة. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمادي والإداري. مظبوط. ويأخذ رأيها في مشروع القوانين. طيب. بقول إن المجلس ده ليه شخصية اعتبارية. يعني قرار إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن على المجلس القومي تمام. أنا طيب. رافع دعوة قدام المحكمة الدستورية. إن هو ما تشرفش عليها يعني. طيب معلش عشان وقتي تقريبا انتهى في عجاله 30 ثانيه اقتراحاتك. اقتراحاتي ماليش دخل بالقوانين وماليش دخل باي حاجه خالص. انا هتكلم بالبلدي زي ما بيقولوا يعني. عايزين ان احنا نسهل موضوع العربيات للناس عشان يبقى ما ينفعش ان هم ما يقدروش يمشوا، كمان ان احنا عاملين لهم موضوع الجمارك و و و و ما اعرفش التفاصيل بتاعتها. المهم ان احنا عايزين نسهل هذا الامر، نسهل الموضوع ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه العلاج الوظائفي، ان احنا لازم الناس تتعلم ازاي تعمل ايه علشان تعيش باللي هي بتعمله. وبعد كده الإتاحة، بمعنى ان الاماكن الجديدة دلوقتي يبقى ان هم ما ياخدوش ابروفل كهرباء ولا مية ولا غاز غير لما يكون الموضوع اكسسبل. والناس القديمة الاماكن القديمة وكده نعمل بروجيكتس حتى بطرق كده. وحطلوا بحاجة تانية صغيرة، الناس البزنس مان اللي عندهم شركات صغيرة متوسطة وكبيرة بيدفعوا ضرائب. انا طالبة، مش طالبه ان حد هيخسر حاجه، طالبه ان اكوردنج للقانون في 10% من الضرايب دي ممكن تروح لمؤسسات. فانا بطلب ان اتس وين وين سيتويشن. انتوا بتدفعوا الضرايب وما تلاقوش حاجه، ادونا ال 10% لو سمحتوا وهنقول لكم احنا بنعمل ايه، وهنديكم فواتير باللي احنا بنعمله. لا، اول 5% اللي بيدفعوها اللي فوق، اللي هم الاغنياء اللي فوق المليون جنيه، اللي دخلهم فوق المليون جنيه، اللي الحكومه هتطبقها بالقانون من اول السنه اللي جايه على الاقل ممكن. ايوه انا مش عايزه حد يدينا حاجه وهو نفسه مش راضيه. لا طبعا يعني. لا بقى. طيب استاذ مصطفى في 30 ثانيه طلبات الاتحادات الرياضيه. انا عاوز بس من الوزير خالد عبد العزيز عاوز اوضح بس جزئيه صغيره، ان الاتحاد تم اشهاره من 3 شهور وحتى الان لم يصل اي مليم من الدعم المخصص للاتحاد اللي هو على حد علمنا 50,000 جنيه، مع العلم ان هو لا يكفي 50,000 جنيه. يعني كل المشكله مع العلم ان هو لا يكفي لاقامه نشاط واحد من انشطه اتحاد المكفوفين. انا قلت لحضرتك ان اتحاد المكفوفين بيرعى ما يقرب من 5 أو 6 رياضات. على سبيل المثال احنا عندنا رياضه كره عشان بس وقتي وهقطعوا عليا الهواء، طلباتكم ايه؟ واحد، الاموال، الدعم الحكومي المفروض يتقدم لم يصل حتى الان. يا سياده الوزير خالد عبد العزيز، اتفضل. الدعم المخصص للاتحاد المكفوفين اللي هو لا يكفي اقامه رياضه واحده، مع العلم ان احنا بدانا النشاط واضفنا رياضتين ما كانوش موجودين في مصر اللي هو كره القدم للمكفوفين ورفع الاثقال للمكفوفين. كل الكلام ده بالمجهودات الشخصيه. ممكن اقول حاجه ثانيه صغيره سريعا افتكرتها. بالنسبه للرياضه احنا عندنا ناس كتير جدا سنهم صغير، للاسف التركيز لو في اصلا رياضه فالتركيز، حضرتك هتضحكي لو قلت لك ان التركيز لغايه دلوقتي على الناس اللي عندهم اختلافات جسديه من وقت حرب اكتوبر. فأنا بس بستأذن إن إحنا دلوقتي في 2014 ففي ناس تانية جديدة، في أجيال تانية غير يعني فريت لو سمحتوا. أنا مع احترامي للإعلام بس من أول حرب أكتوبر صعب شوية، بعيد شوية.
بشكركم شكرا جزيلا مي على موقفك العظيم، مش بس كأم ولكن موقفك الداعم للمجتمع والمحاول ان هو يغير المجتمع. استاذ محمد مختار على كفاحك، واضح ان انت بتكافح كفاح عظيم، واستاذ مصطفى محمود واضح ان انا محمد واضح ان انا لازم نعمل حلقات كتيره عن ذوي الاحتياجات الخاصه. بتسموها ايه؟ نحن نقدر، بتقولوا ايه؟ قادرون باختلاف. قادرون باختلاف، انا عجبني قوي لهذا الشعار قادرون باختلاف. يجب ان احنا نديهم نساعدهم على هذه القدرة، هم قادرون ولكن هم مختلفين، وبالتالي لازم نساعدهم على هذه القدرة، مش نزيد من هذه الموقع. هذا مجتمع يعني بيعامل غير القادر بشكل سيء جدا، غير مؤهل، لا يتيح له. طب هو عنده إعاقة، ما تزودلوش بقى الهم همين وما تزودلوش الإعاقة إعاقة، ساعده يمكن ربنا يساعدنا جميعا. بشكركم ونتقابل بكرة، وهذه لميس الحديد تحييكم، تصبحوا على خير. We'll be right back.